السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إنك أنت تشوف المقطع دوت إلى نهايته، ومش هطول فيه إطلاقا، بس لأن نهايته هو المهم وهو المفيد في كل الكلام اللي أنا هقوله لك دلوقتي حالا في الفيديو دوت. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ايه معنى الكلام دوت؟ احيانا قد يكون مر عليك الحديث دوت لاول مره، مع اني انا لا اعتقد ان هو اول مره تسمعه، بل الحديث دوت احنا بنسمعه من واحنا ممكن في خمسه ابتدائي. الحديث دوت جدا مخيف، جدا مخيف، ركز معايا في الكلام، جدا مخيف لو انت فكرت بيه بعقلك، بل لو انت انسان صاحب دين وتخاف الله سبحانه وتعالى هتعرف ان خطوره هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني عذابهم من شيء هم استصغروه. فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. بعض العلماء فسرها على تفسيرين. أول شيء، أول تفسير، إن هو كان لا يستنزه من هذا البول، لا يتطهر من هذا البول، لا يغتسل من البول، يستنجي منه بعد الانتهاء من قضاء حاجته. وبعض العلماء قال بأنه كان لا يستر عورته أثناء قضاء الحاجة. طبعا لا أعتقد أن في حد مننا بيعمل كده، ولكن بقى المصيبة في الأمر الثاني: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. إيه هي بقى النميمة؟ اللي هي الوقيعة بين الناس. ركز معايا ومش هطول عليك، ركز معايا مش هطول عليك، وعايزك تركز وتفكر، فتح مخك، بل اجعل هذا الكلام اسمعه قلبك قبل اذنك، قبل ودانك اسمعه بقلبك، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلك تتوب من هذه الكبيرة وليست الصغيرة. خلي بالك ان الغيبة والنميمة هي كبيرة من كبائر الذنوب. كم من انسان بسبب النميمة افسد علاقات كثيرة جدا. تخيل انك تدخل على زميلك او جارك او ابوك او امك او اخوك او اختك وتجده متضايق منك تماما، تكلمه ما يردش عليك، تسلم عليه ما يردش عليك السلام، حتى وان رد تحس ان هو بيرد وهو متضايق، بيرد كلام مغتضب جدا: مالك يا فلان؟ مفيش حاجة. مالك يا فلان؟ مفيش حاجة. واذا بعد ايام تكتشف إن هو شخص أتى وجعل هناك وقيعة بينك وبين هؤلاء. كل المصايب أغلبها تدور داخل أي بيئة عمل، خاصة أما واحد خسيس وإنسان وضيع وإنسان لا يخاف الله سبحانه وتعالى، ولو هو بيتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى في دينه صح، عمره ما هيعمل كده، إن هو يوقع بين زمايله كلهم، فرق تسد. او ودوت الشائع، يوقع بين موظف ومديره، وموظف وحد في ادارته، بهدف ان هو يقضي على تاريخ هذا الشخص. لكن بقى الحتة المهمة اللي انا جاي لك فيها في النهاية، اعرف ان سبحان الله مع التجارب في الحياة ومع الاحداث ومع الحاجات اللي احنا شفناها كتيرة، ان اللي بيعمل كده لما بيقع محدش بيسمع عليه، والسكاكين بتذبحه. أول مطب وأول مفترق طريق بيتم التخلص من هذا الشخص تماما، أول ما يعمل غلط. وسبحان الله، وسبحان الله عز وجل، ربنا عز وجل بيوقعه في أخطاء وبيوقعه في مصايب، مصيبة ورا مصيبة ورا مصيبة. لو مش داخل بيت عمله، بره في الشارع، في أي مكان، تجي له مصيبة تضيع له أي فلوس معاه، لو هو طبعا عدل المال، ربنا يحصره على ماله. تجي له مصيبة في مرض أولاده، تجي له مصيبة في مرض زوجته، تجي له مصيبة في مرضه في جسمه نفسه، تجي له مصيبة في أي حاجة تستنزف اللي وراه واللي قدامه. مفيش بركة في رزقه، مفيش بركة في حياته، بل إنه لو لم يتب من هذا لا يكون مصيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:
إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وقال والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. وقعت من خلق الله، ربنا عز وجل مطلع وهينتقم منك، هينتقم منك. سعيت لرضا أي شخص مقابل إنك تأذي فلان أو فلان أو فلان، ربنا هيبعت لك اللي يأذيك، ربنا هيبعت لك اللي يتسلط عليك وينتقم منك. وفي الآخر الشخص اللي انت سعيت لأذاه ربنا هيحفظه وهيأيده بنصره وهيبارك له في رزقه وهيبارك له في أولاده، بل بالعكس هيحبب فيه الناس. وده اللي احنا شفناه، ياما ناس كتير أقيمت ضدهم المكائد والافتراءات والكذب، سبحان الله تدور الأيام وأي مصيبة تحصل لا تتجه إطلاقا أصابع الاتهام إلى الشخص البريء، بل بالعكس يعرف إن الشخص هذا الذي يسعى بالفتن وبالغيبة وبإيقاع العداوات هو المتهم، حتى وإن لم يفعل فخلاص أصبح هذا الشخص علامة إنه قد يكون هو الفاعل بنسبة كبيرة. أتمنى إنك تكون شفت المقطع كله إلى نهايته، وأتمنى الرسالة تكون وصلت لبعض الناس اللي هتشوف الفيديو ده. السلام عليكم.